مستنيين ايه يعني في جو الارهاب اللي عاملاه المغرب ده يعني ان شاء الله؟ والله انا واحد من الناس فرحت المغرب وصل كاس العالم وكنت هشجعه في كاس العالم، طلعت دولة يعني مش عايز اقول كلمة وحشة عشان حقوق المنتدى في اليوتيوب، هي كلمة وحشة كده ده خبطت في وش اي واحد مغربي هيخش الفيديو ده دلوقتي. مستنيين ايه في جو الارهاب والامن اللي بيضرب مجلس الادارة والامن اللي ضرب خالد مرتجى والامن اللي شلك البانر والحاجات دي كلها؟ مستني ايه من لعيبة الاهلي يعني؟ مستني ايه من لعيبة الاهلي؟ لازم لعيبه الاهلي تبقى بنفس المستوى ده. خطا من مجلس الاداره ان اصلا راح المغرب، لان المغرب دي طول عمرها بلد يهود مش اشقاء. اشقاء مين؟ مين الاشقاء دول؟ مفيش اشقاء يا حبيبي في كوره، الكوره ما فيهاش اشقاء، دول شويه يهود، الوداد شويه يهود. احنا ما نتفرجش على شويه يهود مفروض، ولا نروح بلد شويه يهود؟ احنا رايحين ايه؟ رايحين بلد يهود نلعب كوره هناك؟ مفيش كوره في المغرب، هناك بيلعبوا بالعافيه. هتيجي المغرب هنشيل لك البانر، هنضرب مجلس الاداره بتاعك، ويقول لك قبل الماتش احنا مالناش دعوه بالكف، احنا ما بنخافش من حد، ويقول لخالد مرتضى كده. ايه ده؟ و2500 تذكره، وبقوا 1000 في الاخر قبل الماتش ما يبدا، ودخلوا برضو المدرجات بتاعت الاهلي حبه من جمهور الوداد. ايه ده؟ جمهور داخل من غير تذاكر اصلا من بتوع الوداد؟ هو احنا في حرب؟ ايه ده؟ ايه اللي احنا بنشوفه ده؟ جمهور الوداد مين واشقاء مين؟ الكلمه دي خلاص اتمسحت من هنا، ما عندناش اشقاء احنا خلاص بعد اللي شفناه النهارده ده في المغرب، ما فيش اشقاء. وان شاء الله المغرب يعني مش عارف اقول لكم هتحصل ايه في كاس العالم فيها بسبب اللي بيحصل ده. قال يقول لك احنا خدنا كاس الامم الافريقيه ومش عارف ايه، فين كاس احنا فشخنكم في كاس الامم الافريقيه؟ انا مش عارف اقول، واحد متلخبط وعايز اغلط بصراحه، بس يعني ايه عشان اليوتيوب غلط الواحد يتكلم عليه غلط، فمش عايز اعمل كده بصراحه. يعني انتوا ولا اشقاء ولا تنفعوا تبقوا اشقاء ولا عرب ولا اي حاجه، انتوا عرب يهود عشان تبقوا عارفين. يعني مفيش حاجة اسمها عرب في الكورة، مفيش حاجة اسمها الكلام ده كله. من الآخر هو ده ملخص اللقاء النهاردة بتاع الأهلي والوداد، والوداد فريق عادي جدا يخسر في أي ملعب لو راحوا السودان، راحوا الصومال زي ما قلت لكم قبل الماتش. قبل الماتش رايحين يضربوا خالد مرتجى، الأمن تعدى على حسام غالي، الأمن مانع محمود الخطيب رئيس النادي يخش الملعب. طب ليه؟ إيه اللي أنتوا بتعملوه ده يعني؟ إيه ده؟ كورة ما فيهاش أي حاجة خالص، الحكم بيصفر فيها بعد الجون الأولاني، طاهر ما لمس الواد وقال لك فاول، فاول ازاي؟ والحكم راح يغير لي البتاعه قعد فيها ربع ساعه بموت الماتش ده. يعني عايزين ايه تاني اكتر من اللي بيحصل ده يعني؟ اهلي يكسب ازاي؟ الاهلي يكسب ده انا عايز اعرف، مع طبعا شويه من موسيماني اللي زي الزفت اللي يمشي بعد الماتش ده بقى خلاص مش عايزينه تاني، زهقنا منه يعني. يشوف اي حد تاني بقى يدربه، يرجع سان داونز بقى يروح اي حته تانيه، ويروح يدرب الوداد اللي زهقنا منه بصراحه. خطه زي الزفت نازل بيها ولاعيبه ما نلعبش في الاهلي اصلا زي محمد هاني ده ما يلعبش في الاهلي تاني خالص، في ايه غير جو الارهاب؟ بقى لنا 4 ايام في جو ارهاب وشتيمه وقله ادب على الفيسبوك جمهور جمهور الوداد. ايه ده؟ ده انتوا جمهور ايه ده؟ ده انتوا بلد ايه ده؟ نقول ايه يعني احنا؟ ارهاب؟ بلد ارهاب يهود؟ هعيب الواحد يقول عليكم يهود حتى؟ ده اليهود احسن منكم.